بصي انا عارفه ان فرح بتحاول تقرب خالد مني، بمعنى اصرارها انها تعزمه عندنا على العشاء وان هو يجي المستشفى وياخد باله مني انا وتامر. كل ده ملوش غير تفسير واحد. هي عايزاه يفكر فيكي، ويمكن عايزاه يتجوزني. هو من وجهة نظرها ان هو ده الحل الوحيد اللي يخليه يقرب منه. ايوه بس انت عارفه انا بحبه جدا وبحترمه جدا ومعجبه بيه جدا كراجل اعمال، بس ما ينفعش اي حاجه تانية. هو انت يا فاتن هتلاقي راجل احسن منه؟ لا. طب اديكي قلتي لا، راجل محترم ولادك بيحبوه وبيحترموه، ايه المشكله؟ مش عارفه انا قافله قلبي خالص من الموضوع ده. طب ما دام لقيتي الراجل اللي يستحق ما تفتحيه. مش عارفه انا هعمل ايه. على فكره انت ما تقدريش تبعتي كمان النهارده، جوزك يزعل منك ومني، انت عارفة هو مسافر بكرة الصبح. لا هو مش هيزعل. ست وصالح انت لسه صاحيه؟ ده احنا بقينا وش فجأة. مش جاي لي نوم ولا انا هيجي لي نوم وانا شايفاكي على الحال ده. وبصراحه انا فكرت في الكلام اللي قلته لي لما رجعت من المستشفى. طب ليه قلت للست فاتن ان الدكتور رياض مسافر بره؟ انا اللي هقول للست فاتن حاجه ولا غيرها اي حاجه؟ يقولوا عليا ايه؟ بيقولوا بعد الحب ده كله لما هدومه ومشي ساب لها البيت وطفش. ده كلام ما يتقالش لحد، ده كلام يكسف. وهي الست فاتن حد برضه. وبعدين يا ضنايا انت ما انتش اول واحده جوزها يزعل منها ويسيب البيت ويمشي. والست فاتن عمرها ما هتشمت فيكي لو عرفت حاجه زي دي. سيبي فاتن في حالها بقى، كفايه ابنها اللي في المستشفى. انا مش عايزه ازودها هم على همومها. فاتن دي ربنا معاها. وبرضه مفيش اخبار عن الدكتور رياض؟ هم بيدوروا عليه. يا عالم بقى راح فين. هو غالبا سافر، ساب لي البلد كلها وسافر، ولا طايق حتى يسمع صوتي ولا يشوف وشي. هو كرهني. Thank you.
صباح الخير يا مدام. ازيك يا صفية؟ عاملة ايه؟ انا جيت لحضرتك زي ما طلبت. انا كلمتك يا صفية عشان اقولك ان احنا هنفتح العيادة من الاسبوع الجاي. هو الدكتور اياد رجع من السفر؟ لا هو مرجعش، بس هو اتصل بيا وطلب ان العيادة تفضل مفتوحة، وفي دكتور هيجي يستلم الشغل من بكرة ان شاء الله. يرجع بألف سلامة يا مدام. انا صفية هبقى كل يوم اطمن على الشغل زي ما كان الدكتور اياد موجود بالظبط. البركة فيك بقى. صار انتي هنا من امتى؟ انا بقالي شوية قاعدة. بس طب ما دخلتيش اوضة تامر ليه على طول؟ معلش اصلا انا مش كويسة. مش كويسة ليه بعد الشر؟ مخنوقة كده شوية. ليه يا حبيبتي؟ من ايه؟ رياض ماله؟ كده يا طارق، دي وصيتي ليك؟ سايب مذاكرتك وقاعد على الانترنت؟ انا بس يا ماما كنت بطمن على المسابقه اللي انا داخلها على الانترنت في تصميم البرامج. دي مسابقه عالميه متخصصه قوي، اشترك فيها العديد من الهواة والمحترفين، ويا دوب باب الاشتراك اتقفل النهارده، بس انا كنت خلصت تصميم البرنامج. مش فاهمة يعني حاجة زي دي هتفيدك بإيه؟ مهتم بيها قوي كده إزاي بقى يا ماما؟ المسابقة دي هيكسب فيها 50 واحد، وأنا نفسي إن شاء الله أطلع من 50 دول، واسمي ينزل في مجلات الإنترنت العالمية ويتحط في موقع هام، كل اللي يفتح الموقع ده يقراه. طب خلص بقى اللي في إيدك ويلا عشان تتعشى، والحمد لله إن باب المسابقة اتقفل عشان تركز في مذاكرتك بقى، امتحاناتك قربت. مش هتحلق دقنك بقى يا كمال، هتفضل سايبها كده؟ هتفضل على الحال ده لامتى؟ يعني عايزاني اعمل ايه؟ انزل امد ايدي للناس في الشارع واقول لهم لله يا محسنين؟ مزنوق في قرشين عشان اعمل بيهم مشروع جديد بعد ما اشهروا افلاسي وحجزوا على كل ممتلكاتي؟ اللي حصل ده مش نهايه العالم، في ناس كتير قوي بتقع وبتقف على رجليها من تاني. اقف على رجليا ازاي بعد ما قطعوها لي؟ بعد الشر عليك يا حبيبي. يا نادي، الشركة اتقفلت والتوكيل الألماني وراح مني، والمدينة السكنية حطوا ايدهم عليها، ولولا ان شقتنا دي بالإيجار كانوا جم حجزوا عليها وبقينا في الشارع. يعني خلاص انا انتهيت، قلت اقعد في البيت واتدرع عن عيون الناس، لان مش هستحمل كلامهم لو شافوني بالمنظر ده. لكن بفضلك يا نادي سيبيني في اللي انا فيه. سيختي. سيختك؟ هو تمنهم حوالي 500,000 جنيه عشان تبتدي بيهم. مش فاهم. يعني ممكن تعمل مشروع صغير وان شاء الله مع الوقت يكبر، وعشان اشهره افلاسك ممكن تكتبه باسمي، بس هيبقى المال مالك. الحاجات دي يا حبيبي انت اللي جايبها، وان شاء الله لما ربنا يفتحها عليك هتعوضني عنها. لكن انا عندي في البنك 150,000 جنيه في حسابي، ان شاء الله بكره الصبح اروح اسحبهم واجيبهم لك على طول. انت بتتكلمي بجد يا ناديه؟ انت لو عندك شك اني ممكن اقف جنبك يبقى ليك عذرك. لا انا ما اقصدش يعني. انا صحيح اتجوزتك وانت غني، واخترتك من وسط عرسان كتير اتقدموا لي، اني حسيت ان انت هتحقق لي احلامي وتجيب لي كل اللي نفسي فيه، لكن ربنا اراد ان احنا نبتدي من الصفر. انا عمري يا حبيبي ما هتخلى عنك، وبعدين الحاجات دي انت اللي جايبها لي وانا مجرد بردها لك، ان مفيش في الدنيا اي حاجه هتكون اغلى عندي منك. لما دخلت العياده وما لقيتوش فيها كرهت نفسي جدا. العياده وحشه قوي من غيره يا فاتن، قوي. انا ليه عملت كل ده؟ ما تزعليش نفسك،
انا مش عاوزاكي تزعلي مني عشان ما قلتلكيش. انت عارف انا عمري ما هزعل منك ولا عمري زعلت منك. في حاجه تانية كمان نبي فاتت، مفيش داعي تحكي النجل على اللي حصل. انت عارفه انا وهي يعني ظروفنا مع بعض مش طبيعيه قوي. طبعا مش هقولها اي حاجه. انت عارفه انا عندي احساس ان رياض هيرجع تاني. تفتكري؟ اللي بيحب ممكن يزعل لكن مش ممكن يبعد كتير. وبعدين بكره تقولي تونا قالت وانا وانتي هنبقى مبسوطين وهنحتفل بالموضوع ده قريب جدا، بس على شرط تخشي على تامر دلوقتي وانتي مش مكشره لانه بيحبك جدا وبيفهم اذا كنتي زعلانه ولا لا. خلاص؟ بس لا مش مكشره ولا حاجه. تامر ذنبه ايه؟ عايزه اشوف ابتسامه. ايوه كده. هيرجع هيروح فين يا رب؟ الاشعه اظهرت ان الكسر في الساعد الايسر لحم الحمد لله، يعني دلوقتي نقدر نشيل الجبس من دراع تامر. طب ورجله؟ العظم بيلحم كويس الحمد لله. وانا زي ما قلت لك يا مدام فاتن ان تامر رجله هتفضل في الجبس لمده 3 شهور لانه عنده كسر مضاعف. في خلال المده دي هفك الجبس كل شهر شهر ونص عشان هو في سن النمو دلوقتي. والحمد لله ما احتجناش ان احنا نحط شرايح او مسامير لان كنا هنضطر نعمله عمليه تانية عشان نشيل الحاجات دي من جسمه. الف حمد وشكر، ربنا ستر. انا خايف يا ماما من فك الجبس وتركيبه تاني. لا حبيبي ما تخافش، الرجاله ما بيخافوش، احنا مش رجاله ولا ايه؟ عارفه ايه الموضوع ده؟ هو الدكتور يا ماما جاب لك السيره اذا كنت هقدر العب كاراتيه تاني ولا لا؟ يا حبيبي بس نطمن على رجلك الاول وبعدين نتكلم في الكاراتيه. دكتور خالد الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وصلت امتى؟ يا دوبك واصل دلوقتي. وصلت لوجي البيت وبعدين جيت اطمن على تامر. جبت لي هدية ولا لا؟ طبعا جبت لك هدية يا حبيبي. يا ترى عملت ايه في باريس؟ وصلت باريس ولقيت الدنيا هايصة. صاري جومانا عشان تعمل دعاية أجرت محطة فضائية عشان تبث الحفلة. حفلة عزمة فيها فوق ال 500 نفر وفي أكبر فندق في باريس، يعني هتكلفها تقريبا فوق المليون دولار. يا نهار أسود، مليون دولار؟ ده طبعا غير المستشارين اللي هي معيناهم، الواحد فيهم بياخد مرتب كذا ألف دولار في الشهر. يا سلام. تصوري؟ يعني محملة المشروع تكلفة كبيرة قبل ما حتى تبتديه. ده غير طبعا القروض اللي هي واخداها من البنوك هناك. يمكن هي فاهمة بقى بتعمل إيه؟ فاتن أنا ما بفهمش في الأزياء، بس العقل بيقول إن كل المبالغ اللي اتصرفت دي مصروفة على حاجات تافهة جدا جدا. طب بص سيبك من ده كله، أهم حاجة لوجي. أمها ما رضيتش تقابلها أكتر من نص يوم، ولما جينا نروح بنت قعدت تعيط قطعت قلبي. طيب ما كنت تسيبها مع أمها؟ ما جمانة رفضت. إيه؟ ما عندهاش وقت. انا لولا ظروف ان انا قاعده هنا في المستشفى انا كنت اخدت لوتشي عندي وقعدتها معايا. انتي هتسلينا موت. عارف كتر خيرك يا فاتن. انا لازم اقولك كمان ان انا طول ما انا برا بفكر فيكي وكنت متوغش عليكي وعلى تامر. انا حاسس ان تامر زي ابني بالظبط. هو كمان بيحس انك انت زي والده. شوف بقى في حاجه عاوز اقولها لك. لولا حساسيتك الزايده دي طبعا خصوصا بعد ما رفضتي المرتب اللي انا كنت عاوز اديهولك خفت ان انا اجيب لك هديه قلت 100% هترفضها وتكسفني. يا سيدي اعتبرها وصل كفايه مشاعرك الجميله دي من اغلى الهدايا عندي. وانت بقيتي عندي اغلى حاجه في الدنيا. الحمد لله على السلامة يا دكتور. الله يسلمك. طلع الحاجات اللي في العربية لو سمحت. حاضر. ها احكي لي بقى عملتي ايه في باريس؟ فرح؟ دكتور خالد الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ اتفضلي. أنا أصلي اتصلت بالشركة وعرفت إن حضرتك ولوجي رجعتوا النهاردة من السفر، قلت لازم أجي أطمن عليك.
انت ولوجي طبعا. كتر خيرك. هي امتحاناتك امتى؟ الاسبوع الجاي. طب مش مفروض تكوني في البيت دلوقتي بتذاكري المادة اللي هيمتحنوكي فيها؟ انا مذاكرة ومراجعة كويس، ولا انت ما كنتش عايزني اجي اطمن على لوجي وعليك؟ ابدا مش قصدي. طيب ايه رأيك بقى نخرج سوا نحتفل برجوعكم من باريس، نتعشى بر. انا اصل لوجي وحشتني قوي، حاسه اني بقالي سنة ما شفتهاش. ماما. يا ماما. عايز حاجة حبيبي؟ بس ماما تعبت معايا قوي الايام دي، كنت عايزة تروح تنام في البيت شوية. يا حبيبي ما انا حاولت معاها كتير، هي ما رضيتش. عشان تعرف بس يا تموره انت غالي عندها قد ايه. ربنا يخليها لي. هدول انا اقترح عليك حاجه، اطلب لك حاجه دافيه صحصحك كده شويه عشان تعرف تذاكر، عشان بعد كده خلاص الامتحان فاضل عليه يومين، ده انتهانت بروح بكره يا عم. مش ايه تامر عندي قد ايه؟ ميرسي يا دكتور. تعبناك معانا. ابدا مفيش تعب ولا حاجه. تعالى سند عليا يا تامر. ماما انا عايز اروح معاك مشوار قبل ما نروح البيت لوحدنا. حاضر يا حبيبي. الحمد لله يا حبيبتي تامر بقى كويس وخرج من المستشفى، بس حقيقي هي رجله لسه متجبسة، بس كلها شوية وهيفك الجبس ويبقى أحسن من الأول كمان. إيه يا لوجي؟ أنت ساكتة ليه؟ أنت زعلانة من بابي عشان ما فسحكيش مش كده؟ معلش حبيبتي أنا كنت مشغول وعندي شغل كتير، بس أوعدك يوم الجمعة الجاي هاخدك وهنتفسح مع بعض وهنتبسط جدا. لوجي يا حبيبتي ايه هتفضلي ساكتة كده مش هتكلميه؟ عموما معلش بابي لسه راجع من الشغل وتعبان شوية، ما نمتش طول الليل، هنام لي ساعتين كده وأول ما أصحى لما نتكلم مع بعض. اوكي انا ما بقتش عارف اعمل ايه معاها، ولا عارف ايه اللي يرضيها، ولا عندي وقت علشان اخرجها كل يوم افسحها، ولا حتى اقعد اتكلم معاها. الايس كريم اللي طلبتيه يا حبيبتي. ميرسي. بقولك ايه، مش كنت تستني لما بابي يصحى وتتغدوا الاول وبعدين تاكلي جيلاتي؟ طب بقولك ايه، مش عايزه حاجه تانية؟ شكرا. عفو. ها
الحمد لله على سلامتك يا حبيبي، نورت البيت. الله يسلمك يا ماما، متشكر قوي. لو عوزت اي حاجة انده عليا، انا هسيبها بالأوضة مفتوح. انا كده كده هقوم اذاكر دلوقتي. خلاص يا ماما، الامتحان بتاع بكرة. ربنا معاك ماما. نعم. انا اسف قوي يا ماما، اسف على اي حاجة عملتها وزعلتك مني. انا اللي اسفة اذا كنت قلت لك كلام يزعلك، بس كل ده كان من خوفي عليك. لا يا ماما، انت قلتش حاجة تزعل، انت كان عندك حق في كل اللي انت عملتيه. دلوقتي بس عرفت ان انت كان عندك حق. لازم تنسى اللي فات ونتعلم منه، وعايزك ترجع لي بطل زي ما كنت. بطل؟ بطل ايه بقى يا ماما؟ مستحيل. لا، مفيش حاجة اسمها مستحيل. بالإرادة بتاعتك تقدر ترجع بطل زي ما كنت، وأحسن مما كنت كمان. تفتكر يا ماما يعني ممكن؟ كل حاجة في الدنيا ممكنة، لو انت عايزها تبقى ممكنة، صدقني. ربنا يخليك ليا يا ماما، ما يحرمنيش منك ابدا. انا مش عارف انا من غيرك كنت عملت ايه. ربنا يخليك انت ليا. يا أنا نمت كل ده؟ يا سلام. أيوة يا فندم. لوجي فين؟ أنا مش لاقيها فوق. أنا سايباها من العصر في الجنين. اتغدت؟ لا يا فندم. لا، إزاي تسيبيها من غير غدا لغاية دلوقتي؟ مش حضرتك قلت لها إن أنت وياها بتتغدوا لما تصحى من النوم؟ افرضي يا ست، افرضي راحت عليا نومة زي دلوقتي، سيبيها لغاية دلوقتي من غير غدا؟ تفضلي سخني الاكل. حاضر. يا اصيلي، اصيلي. نعم يا سعاده البيه. ما شفتش لوجي؟ لا يا بيه. ولا في الجنينه هنا؟ لا يا سعاده البيه. واقفة هنا بتعمل ايه يا لوجي؟ اتفضلي اقعدي. ردي عليا. ازاي تخرجي من البيت من غير اذني ومن غير ما تقولي لاي حد؟ ردي. الا المرة دي، الا المرة دي يا لوجي، ادي غلطة عمري ما هسامحك عنها. انت عارفة كان ممكن يحصل لك ايه وانت برا؟ عارفة؟ ممكن تعملي حادثة، ممكن تتخطفي، ممكن يحصل لك أي حاجة. تحب يا بيه أطلعها في أوضتها فوق؟ لا، روحي أنت شوفي شغلك. حاضر. إيه يا حبيبتي؟ معلش، أنا آسف إن أنا زعلتلك، وأنا عارف إن لما بزعلك بتتخضي. معلش، في حد مزعلك ولا انت زعلانه من بابي عشان كده سبتيه ومشيتي؟ ارجوك يا حبيبتي ردي عليا. انا حسيت اني مخنوقه ومتضايقه ومش عارفه اعمل ايه، مش لاقي حد اتكلم معاه او العب معاه. لقيت نفسي بخرج من باب الفيلا، لكن وقفت مكاني. مفكرتيش يا حبيبتي لما بابي يصحى وما يلاقيكيش في البيت هيحصل له ايه؟ بابي بيحبك قوي وبيخاف عليكي قوي يا حبيبتي. انا اسفه يا بابي. لا يا روح قلبي، انا اللي اسف. اسف عشان وعدتك كتير ان انا هفضل جنبك ومش هسيبك. انا ما اعمل ايه؟ الشغل سرقني من نفسي. بس اوعدك يا حبيبتي ان بعد كده مش هنشغل عنك ابدا. حضرتك وعدتني قبل كده كتير قوي.
المرة دي حبيبتي غير أي مرة. أنا كان قلبي حاسس، عشان كده كان بيجي لي الكابوس، كان بالنسبة لي تعسير. بس من اللحظة دي مفيش حاجة هتشغلني عنك أبدا. بس حبيبتي أنا عاوزك توعديني بحاجة. حاجة إيه يا بابي؟ إنك ما تسيبيش البيت ده أبدا ولا تنزلي منه خير بإذني أنا. توعديني. أوعدك يا بابي. الحمد لله إنها جت على كده. الحمد لله. كتر خيرك. ده انا قدرت ازغرط لحد الصبح. بركة خروج تمر بالسلامة. تعيشي يا رب، ما تحرمش مني. مش عايزة حاجة مني. تعيشي. ميرسي، كتر خيرك، مع السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على سلامة ابنك يا فاتن. الله يسلمك. ما هو ابنك برضو. انت كمان انت بتقولي فيها ولادك دول حتة مني. انا عارفة. تفتكري ممكن يرجع بطل زي ما كان؟ هو مفيش حاجة تكتر على ربنا. طيب انا ماشية بقى. مش عاوزة حاجة؟ لا بجد مش عاوزة. هعدي عليك الصبح بوديني امتحان سوا. حمد ربنا ان ابنك رجع يعيش في وسطينا تاني. حمد ربنا. الحمد ربنا يا بابا. بس تعبت وخفت عليه وفرحان انه رجع بالسلام. عايزاك تحل كويس قوي. ان شاء الله يا ماما. ربنا معاك حبيبي. شد حيلك يا طموره. الامتحان بيقعد 5 ساعات، هنفضل واقفين كده 5 ساعات ما نروح ونرجع له تاني. بس لو روحت ارجع بدري. بس نروح يلا. امير قطز فوز الخروج قبل الامراء ذات عيون مختلفه. قبل ان يزور اخيه فاطمه وامه. الشاي بتاعك اهو. عايز حاجه تانية؟ ربنا يخليك يا ماما. شكرا. ممكن اقعد معاك وانت بتذاكر شويه؟ مش هضايقك وانت بتذاكر. ماشي. ايه اللي انت حاطه على رقبتك ده؟ فاتن. ايوه. الدكتور خالد على التليفون. خالد؟ بيتصل مخصوص عشان يطمن على تامر عمل ايه في الامتحان النهارده. حاضر. لم يقم محمد ابن جبيرة برحلة واحدة، بل قام بثلاثة رحلات قصد فيها جميعا الحج الذي كان مقصد جل. عارف يعني ايه جل؟ لا يعني معظم، يعني كبير، يعني جليل. الراحلين من المغرب إلى المشرق إن لم يكن كلهم، والذي وهب الأدب العربي مجموعة من أجمل ما عرف من رحلات، وخاصة إذا أضفنا إليه طلب العلم. يا رب استر استر يا رب استر. امال لو ما كانش ده اخر يوم في الامتحان وهو حل كويس قبل كده كنت عملتي في نفسك ايه؟
هتعملي ايه في الشهاده؟ امال دي اولى ثانوي يا فات. والله ما اعرف، بس ربنا يستر بجد. اهو حبيبي عملت ايه؟ احكي لي. الحمد لله حليت كويس. يا قشطه يا فله. يلا. الحمد لله اجراءات تاسيس الشركه الجديده اللي انا عملتها باسمك قربت تخلص، وان شاء الله قريب قوي هنبدا نشاطنا من جديد. ربنا يفتحها عليك يا حبيبي، وان شاء الله هتعوض اللي فات. تفتكري يا ناديه؟ انا حاسه يا حبيبي ان في خلال كام سنه هتكون مرجع اسمك زي زمان واكتر. يا رب يا ناديه يا رب. وبعدين انا مش عارف اشكرك ازاي على كل اللي انت عملتيه معايا. انا ما عملتش حاجه يا حبيبي، انا ما فيش بيني وبينك اي فرقه. يا ماما يا بابا، مفاجاه هايله قوي. خير يا طارق؟ نتيجه الامتحان ظهرت؟ نتيجه ايه بس يا بابا؟ الموقع اللي انا صممته على الانترنت للمطربين المصريين بقى من اشهر المواقع، واكتر من 5000 زائر زاروخ للاسبوع ده. مبروك يا حبيبي، الف مبروك. الله يبارك فيك يا ماما. مش كده وبس، ده انا كمان جالي رساله شكر من 3 مطربين على الموقع ده يا بابا. لا ده خبر يستاهل فعلا ان احنا نفرح له. انا لازم ابلغ فاتن وبابا فورا. لا سيبيني انا اقول لهم يا نادي عشان ارتب معاهم ازاي نحتفل بالمناسبه دي. انا مش عارف اشكرك ازاي يا عمي. ناديه قالت لي على كل حال، وقالت لي ازاي حضرتك خليتها ترجع لي وانا في عز ازمتي. فعلا مش عارف اشكرك ازاي او حتى اعتذر لحضرتك ازاي. كفايه عليا يا ابني اني اشوفكم مبسوطين. انا عايز ايه من الدنيا غير سعاده بناتي؟ على فكره يا بابا. اتفضل. كمان اصر يعمل حفله طارق هنا عند حضرتك في البيت عشان يثبت لك قد ايه انت غالي عليه. وفي سر عايز اقوله لك كمان. هو بصراحه عمل الحفله دي مخصوص عشان حضرتك وعشان نتلم كلنا سوا. ربنا ما يحرميش منك ابدا يعني. ولا يحرمني من حضرتك يا عم. اتفضل يا حبيبي. اتفضل حضرتك. عامل ايه دلوقتي يا تامر؟ الحمد لله. اول الاسبوع الجاي هفك الجبس، انا زهقت منه. تعال ناكل تاكل جاتوه امسك. ان شاء الله ما تحتاجلوش تاني. ما كنتش عارف ان انت شاطر قوي كده في الكمبيوتر. يا تامر الانترنت هو لغه العصر، مفيش حد يقدر يستغنى عنه. انا دلوقتي واخد المساله هويه، لكن لما اكبر هتخصص في مجال الكمبيوتر وتصميم البرامج. مبسوطه دلوقتي مع كمان؟ الحمد لله، كل اللي يجيبه ربنا كويس. على فكره يا فاتن انا متشكره قوي يا حبيبتي على اللي عملتيه معايا لما كنت قاعده عندك في البيت. انتي بتقولي ايه يا بنتي؟ احنا اخوات، ملوش داعي ابدا الكلام ده. اللي اتعلمته وشفته في بيتك ما اعتقدش ابدا اني ممكن اتعلمه في مكان تاني. ايه هو اللي انتي اتعلمتي؟ الحب هو اللي كان ناقصني. لما شفتك انتي وبابا والولاد قد ايه بتحبوا بعض خلاني ما افكرش في نفسي، افكر في كل اللي حواليا. عشان كده رجعتي بيتك واديتي له صيغتك لما حسيتي ان هو مزنوق. الفرحه اللي شفتها في عينيه ولمتنا كلنا سوا خلتني احس ان الصيغه دي حاجه صغيره قوي جنب اللي انا شايفاه النهارده. يا رب يسعدكم ويريح بالكم يا رب. انا ليا طلب عند حضرتك يا عمي، وارجوك ما تكسفنيش. اطلب يا ابني. بعد الحفله ما تخلص عايز حضرتك تروح معانا وتشرفني في بيتي. ان شاء الله الايام الجايه كتير. ارجوك ما تكسفنيش يا عمي، حسسني ان حضرتك راضي عني. انا راضي عنك من غير حاجه. طب وغلاوه ناديه وطارق عندك؟ ما تكسفني. انت بتحلفني بطارق وناديه، انت فاكر انك انت ما تشغلي عندي زيهم؟ طب ايه رايك مقابل كلمتك دي انا حاجه معاك النهارده عشان اثبت لك انك انت في غلاوه طارق وناديه. ميرسي قوي يا كمال انك دعيت بابا انه يقعد عندنا. بتحبيني يا ناديه؟ تسألني السؤال ده بعد 17 سنه جواز؟ ارجوك تجاوبيني على السؤال ده يا ناديه. انا مش هخبي عليك يا كمال، انا جوازي منك كان جواز عقل. كنت حاسه ان انت الانسان اللي هتحقق لي احلامي وتجيب لي كل اللي انا عايزاه، يعني ما كانش فيه عواطف. لكن لكن ايه؟ بعد الخساره اللي انت خسرتها قلبي اتوجع عليك قوي، ما بقيتش انام بالليل غير وانا بفكر ازاي ارجع الفرحه لعينيك من تاني. حسيت ساعتها قد ايه انا بحبك. بتحبيني؟ اللي قلبه يتوجع على حد لازم يكون بيحبه. انت ما بقيتش بالنسبة لي مجوهرات وفلوس وفيلا في مارينا، لا انت بقيت الزوج اللي انا بحبه المستعد اعمل اي حاجة علشانه. صدقيني يا نادية ان شاء الله هعوضك عن كل حاجة فاتت. كفاية ان احنا نبقى مع بعض. طبعا اذنك هروح اطمن على بابا واديله ادويته.
امشي بالراحه ودوس عليها ما تخافش، انت لسه خايف. العضله ضعيفه. طيب انت حاسس بايه دلوقتي؟ انا مش حاسس برجلي خالص ومش عارف امشي. يا فندم كنت هتيجي ومشيه لسه صبعنا يا شيخ. بص العلاج الطبيعي هيرجع لك احساسك تاني. على فكره الدكاتره قالوا ان ممكن تلعب كاراتيه تاني 3 اشهر بعد فك الجبس تبتدي تتمرن. ورينا همتك بقى يا بطل. وبمناسبه يا جماعه ايه رايكم نروح نتغدى في حته، نفوت على لوجي وفرح نشوف مكان يختاره تامر؟ لا ملوش لزوم خالص. جايين. انت مستني حد؟ اهو وصل. سلامة. مساء الخير. مساء الخير. ازيك يا سلامة؟ تمام. اتفضل اقعد. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ اصل احنا كان عندنا ميعاد شغل مع بعض، فقلت بالمرة سلامة يجي ويتغدى معانا وبعدين نبقى نتكلم مع بعض. اصلكم ما تتصوروش انا بعايز السلامة قد ايه. سلامة اصله بيفكرني بشبابي وانا فاول الطريق. شكرا يا دكتور على المجاملة الحلوة دي. لا انا مش بجاملك ولا حاجة. انت فعلا هتبقى من انجح رجال الاعمال. انا بشوف في صفات جميلة جدا. انت ما بتاكليش ليه يا لوجي؟ بصراحة ماليش نفس. كده حد برضه ما يبقالوش نفسه حواليه كل الناس اللي بيحبها دي. هي مالها النهاردة؟ فيها ايه؟ ساعة ما رجعنا من باريس وهي على الحالة دي. طب خليها تيجي تقعد معايا يومين يمكن تغير جو. يا ريت بس ما افتكرش هتقف. يا حبيبتي كل بقالك ساعة بتتكلمي. لو ما كنتش عاوزة تيجي كمان. امال فين طارق يا بابا؟ هو لسه مصحيش؟ لا يا بنتي اصله كان سهران على الانترنت والجيمز لحد الصبح. ايوه بس النهارده نتيجته ولسه نايم لغايه دلوقتي والساعه عدت 12. مفيش حد من صحابه اتصل يطمنا على النتيجه. انا هروح اصحيه.